قصي، اليوم نحن موجودين بموقع تصوير الولادة من الخاصرة منبر الموتى، وأنت كمان هذا السنة هي هذا العام في عندك عمل تاني هو سنعوده بعد قليل. احكي لي عن شخصياتك بهذا المسلسل وتطورات شخصية جابر بالولادة من الخاصرة. أول شيء مرحبا، أهلا وسهلا فيكم باللوكيشن. إن شاء الله بتتابعوا الجزء الثالث من الولادة من الخاصرة منبر الموتى. جابر نفس الشخصية، مستمرة الأحداث. العمل بعتقد أنه عمل جيد إن شاء الله، وعم يحكي عن الوضع بسوريا وبشكل خاص يعني، وبعتقد أنه العمل ينال متابعة أو مشاهدة جيدة خلال فترة رمضان. إن شاء الله نكون عم نقدم مادة مناسبة، لأنه نحن من خلال شغلنا عم نحاول كمان نشرح شو عم بيصير أو شو أسباب أو إلى آخره. فبتمنى أن يكون مسلسل حلو وينال الإعجاب. الولادة من الخاصرة هو بدت في مدام رشا شربت جي، وتحياتي لك كمان. بسبب ظروف تركت العمل وكمل الأستاذ سيف الدين السبيعي يعني العمل بتوقيعه عمليا الجزء الثالث، وتوقيع رشا كمان لأنه هي بدت تقريبا صورت شي 20 يوم أو شهر. الكاتب سامر رضوان، نجوم العمل مستمرين. أدي بيستهلكك هذا الدور؟ هلأ الحقيقة أنه هو دور صعب كتير، والفعل بيستهلك الممثل. بالجزء الثالث جابر أقوى بكتير، عم يحاول يبعد عن هاي حالة الضعف، حتى بتتحول الشخصية بشكل من الأشكال. الشغل مع رشا شربتجي شغل ممتع وجميل، والنص كان حلو كتير، وهي حدا محفز جدا، والمجموعة كان عم نشتغل بحب، لأنه نحن حاسين أنه نحن عم نقدم من خلال شغلنا قضية بتعنينا كلياتنا كسوريين وكعرب. السنة الدور شوي مختلف كمان بإدارة الأستاذ سيف، كمان في توجيهات جديدة العلاقة بالشخصية، وبعتقد أنه الشخصية ومجموعة الشخص يعني مجمل العمل مجمل الشخصيات هي فيها تطورات ملحوظة على صعيد البنية الدرامية للشخصية والمادة. اختلف عليك الشغل بالنسبة للعمل ما بين رشا الشربتجي وسيف الدين السبيعي؟ هلا العمل حقيقة هو له شخصيته له كيانه. رشا الشربتجي وسيف السبيعي بيمثلوا جيل الشاب من المخرجين السوريين اللي هن، ومجموعة أخرى من الشباب طبعا مخرجين بقصد، اللي هن بالفعل حولوا وغيروا وطوروا بالدراما السورية، واللي صار إلها هوية خاصة، واللي كل واحد أضاف بصمته. ما بيختلف أبدا الاهتمام من قبل المخرج بتعاطي مع الممثل بقصد ما بين رشا وسيف. ومثل ما أرجعت أنا قلت أنه الهوية العمل صار له هويته وصار له شخصيته الواضحة، فالشغل عم بيصير على هذا الشيء اللي هو فينا نسميه الأساس تبع العمل. أكيد بيختلفوا عن بعض، بس أكيد أنه اثنين مميزين، وأكيد أنه أنا اثنين كون سعيد كممثل وقت بوقف قدام الكاميرا. والله العظيم أقسم بالله العظيم بحياتي ما حلفت على زحدة، بس أقسم بالله ليش لك رأسك إذا بيطلع بيدي أكل. أنت معي أنه الولادة من الخاصرة هو أصلاً عمل نجم ومعد ليكون عمل نجم، يعني كنص بداية، لأنه نحن منؤمن يمكن أنه أي عمل ناجح هو في البداية نص جيد. طبعاً تحياتي لسامر رضوان كمان، لأنه سامر من الشباب السوريين كمان اللي عملوا إضافات واضحة جداً على صعيد النص والحتوتة السورية، واللي هو كان قريب جداً من الشارع ومن نبض الشارع، واللي كلمته وجملته ومشهده بيحمل فعلاً شيء جديد. أكيد أنه النص أساس، وأكيد أنه سامر رضوان عامل نص جميل جداً، وهو فرصة لأي حدا أنه يكون فيه. هلأ الحقيقة أنه هذا التعاون وهذا الإصرار على أنه هذا العمل حيطلع منه شيء، بداية من الشركة المنتجة اللي هي قدمت كتير لهذا العمل، واللي هي نحن فعلا تعودنا عليه الشركة اللي هي شركة كلاكت، بأنه بالفعل هي عم تنهج شيء جديد على صعيد الإنتاج اللي هو عم بيوفر شغلات مهمة للممثل.
ما بعتقد حيصير في جزء رابع، بس انه بتحس يعني انه بحاجه لا ولا خلص تنقفل الدائره اليوم؟ بعتقد انه لا صار لازم تنقفل. انا كان مع انه هي تنقفل من الجزء الاول، الجزء الثاني والجزء الثالث. الاجزاء انا بشكل عام مفضله، انا بفضل الاجزاء وقتها بتكون اوريدي مكتوبه كاجزاء، يعني مكتوب 5 أجزاء وبينعمل. اما ما تعتمد القصه على نجاح جزء او فشل جزء فبلغي اذا كان في اجزاء، لانه هي حتوتة. هلا قد يكون هذا الحكي ما له دقيق جدا، لانه كمان بيقول لك انه اذا انت عم تحكي عن واقع حاليا فانه واقع عم نعيشه، يعني فانه اوكي لا الاحداث ممكن تتطور بطريقه ما، فنحن ممكن نكتب لها، فنحن ممكن نعمل جزء ثاني بتعرف الاخر. هي الحقيقه فهم، يعني هي فهم مختلف للماده كيف ممكن يكون. وفي شيء له علاقه طبعا برغبه الجمهور المحطات، في شيء له علاقه بانه نجاح العمل او عدم نجاحه. ما في سقف محدد خواجه، يعني زبايننا مستعدين يشتروا اي شيء، اي سلاح، من يلي بيسقط العصفور للي بيسقط الطياره. ونحن كل ما رفعنا السقف كل ما هن استفادوا احنا استفدنا. العمل الثاني هو عمل اسمه سنعود بعد قليل، نص لرافي وهبي اخراج ليس حجه، وكلاكيت كمان العمل الجميل، وعمل بيحكي عن حتوته سوريه لبنانيه. هي عائله، الام بتكون لبنانيه والاب سوري، اول اولاد عايشين ما بين سوريا ولبنان نتيجه الاحداث بصير في الاحداث بسوريا بقصد، فبصير في سفر منهم خارج سوريا، والاحداث هي حول هي العائله ومشاكلها وهمومها، واللي هي عمليا بشكل من الاشكال بتعني سوريا. يعني اهلا يا كريستين، الحقيقه انا من شوي فتت على الغرفه لسه ما فتحتها. يعني بشوم عليك، بس مين فكرنا حتى تترك لي $300؟ الله يسامحك، هذا انت اللي اخذتيهم. انا عم اقول مين اخذ المصاري. انت هلا تقريبا عم تقدم عملين بيتقاطعوا كثير بالافكار، يعني سواء كان سنعود بعد قليل او حتى الولاده من الخاصره، بس يمكن باماكن مختلفه وسياق اخر كل واحد. بتحس انه اليوم هل فعلا الصوره كثير واضحه لتقديم هذا النوع من الدراما؟ يعني تقريبا احنا عم نقدم دراما واقع. هلا بعمرها ما كانت الدراما هي علاج للواقع، هذا اللازم. انا برايي انه الدراما هي بتسلط اوجاع، بتخلي الناس تشوف المسؤول، يشوف المعني، يشوف المشكله. انا برايي انه الدراما ما لازم تقدم حل، لانه نحن بالنهايه ممكن نعبر عن راي نسبه من المجتمع تتفق معنا، بس في نسبة أخرى ما بتتفق معنا بالحل اللي بدنا نقدمه. في نسبة كمان تعني إنه يمكن ما تشوف إنه الدراما قادرة على إنه إيجاد حلول أو إلى آخره. بس أنا برأيي إنه يعني مهمة الدراما ومهمتنا نحن كممثلين إن والمخرج، إن هاي العملية الفنية كلياتها هي مهمتها إنه تسلط الضوء على مشاكل، أوجاع، هموم، محاسن، نتائج إلى آخره من خلال الدراما. وأحيانا بيكون غرضها ترفيهي، سياحي، كوميدي إلى آخره. يعني نحن وسيلة لنخلي الناس تتابع شو عم يصير حوالينا. عالي حبيبي، أبي أنت نط وأنا بستلقيك، يلا. تحياتي للجميع وشكرا لمتابعتكم، وأحلى سكاي نيوز، وكمان أحلى لانا. ميرسي.